أهلا بكم. أكثر من 5 ملايين جنيه استرليني سنويا، أي ما يعادل 7 ملايين دولار أمريكي، عرضتها السعودية ورفضها كريستيانو رونالدو مقابل أن يصبح وجه السياحة في المملكة. صحيفة التلغراف البريطانية ذكرت أن نجم هجوم فريق يوفنتوس رفض هذا العرض المالي السخي من الهيئة السعودية للسياحة، والذي كان يهدف إلى الترويج للمقاصد السياحية في المملكة. البرتغالي رونالدو الذي أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم قبل أيام، اشترط عليه العرض الظهور في جميع المواد الترويجية إضافة إلى وجوب زيارة المملكة. وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن مسؤولي الهيئة تواصلوا للغرض ذاته مع وكلاء ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الذي زار الرياض في تشرين 2 نوفمبر 2019، فيما اعترف مدرب برشلونة السابق إرنستو فالفيردي بأنه كان موجودا هناك في السابق بسبب الأموال. صحيفة الديلي ميل قالت إن الرفض يأتي فيما صورة السعودية ملطخة بسبب سجلات حقوق الإنسان المشكوك فيها، وأضافت أن النجاح الدولي لرونالدو وميسي كان سيفيد السعودية في حملتها، لكن أي رياضي قد يرغب في إبرام صفقة مع المملكة سيواجه انتقادات شديدة. إنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها المملكة كرة القدم للترويج لنفسها، فهي أيضا تبث مباريات السوبر الإسبانية على قنواتها، وتسعى إلى إطلاق حملة زور السعودية مع سعيها إلى استخدام الرياضيين والأحداث الرياضية الكبرى لإعطاء صورة إيجابية عن البلاد التي تتعرض لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية مثل Human Rights Watch والعفو الدولية بسبب سجلها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.